رجعنا سريعا مثل مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عمرو محي ناقد رياضي في اخبار الرياضه. مساء النور ومساء النور على كل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اكيد النهارده عايزين نتكلم في حاجات كتير، واكيد اهمها هيكون طبعا لقاء بعد بكره يوم الجمعه اللي جايه، تاني لقاء للنادي الاهلي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا قصاد شبيبه الثوره الجزائري. ان شاء الله اللقاء ده هيقام الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره في محافظه بشار في الجزائر. شايف اللقاء ده ازاي؟ المباراة طبعا في أرض الفريق الجزائري هتبقى سهرة كروية بالنسبة لجمهور النادي الأهلي يوم الجمعة، هتبقى فرصة إن الجمهور النادي الأهلي يتجمعوا بالليل. المباراة تأتي تعتبر ثالث مباراة للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي مارتن لاسارتي. كانت الأهلي حقق بداية جيدة في الجولة الأولى قدام فيتا كلوب وكسب 2-0، تعتبر عدينا حمى البداية زي ما بنقول. مشكلة كبيرة إن الفريق الجزائري بيلعب على أرضه، لكن هو جاي من خسارة تقيلة بنتيجة 3-0. أكيد طبعا هو عنده ضغط كبير، عنده دافع كبير. صحيح، وعنده دافع كبير. يمكن كمان سمعنا من تصريحات مسؤولين شبيبة الجزائر طلبوا الجمهور ان هم ما يرموش ازايز وشماريخ اثناء اللقاء، لان هم عارفين ان الجمهور قد ايه، جمهور شبيبة الجزائر مشحون جدا بعد الخساره بثلاث اهداف نظيفه قصاد سيمبا التنزاني. هي بالنسبه لثقافه الجمهور في شمال افريقيا تحديدا المغرب، جزائر، تونس، الشماريخ دي بالنسبه لهم مش بتبقى نوع من انواع ترهيب الفريق المنافس. ورغم ان الاتحاد الافريقي بيفرض عقوبات على اشعال الشماريخ، لكن هي دي عاده عندهم يعني لا يتوقفوا عنها. شبيبه الثوره في المباراه الجايه كمان هيكون مطلوب منه ان هو يفوز، لانه لو ما حققش الثلاث نقط هيبقى موقفه صعب جدا في حسابات التاهل للدور التالي في دوري الابطال. لازم برضو نحط في الاعتبار ان المباراة اللي فاتت كان الفريق الجزائري بيلعب بدون الحارس الاساسي بتاعه بسبب تراكم الانذارات، وكان عنده برضو لعيب مهم في خط الوسط برضو كان موقوف. الفريق الجزائري هيستعيد الحارس الاساسي ويلعب خط الوسط، فاعتقد ده هتشكل اختلاف كبير في بالنسبه لحسابات المدرب الجزائري. فحضرتك يعني من كلامك بتقول ان الفريق الجزائري ممكن يكون فيه تغييرات في التشكيل بعد عوده اللعيبه الاساسيين للمشاركه تاني مع فريقهم شبيبه الثوره الجزائري. بالنسبه بقى للنادي الاهلي، شايف ممكن يكون فيه تغيير في التشكيل اللي هيلعب بيه مارتين لاسارتي المباراه القادمه؟ هيبقى في تغييرات اجباريه. يعني طبعا بسبب الاصابات. صحيح، او بسبب رحيل لعيبه من القائمه اللي هم مسجلين في يعني مثلا كوليبالي كان خلاص لعب مباراته الاخيره من الماتش اللي فات تقريبا. صحيح، وجمهور الاهلي ودعه. عندنا دلوقتي في اصابات، وفي وليد ازارو مصاب، عندنا مروان محسن مصاب، عندنا هشام محمد في اصابه. في دول ثلاث لعيبه اساسيه من التشكيله اللي لعبنا بيها الماتش اللي فات. صحيح، مش موجودين، فهيبقى في تغييرات طبعا لازم يلجأ ليها الجهاز الفني للنادي الاهلي. هل تتوقع مارتين لاسارتي هيشرك حمدي فتحي الوفد الجديد للنادي الاهلي في اللقاء القادم؟ بالتاكيد، طالما اشركوا في قائمه الفريق بنسبه كبيره ممكن نلاقيه بيلعب جنب عمرو السوليه في ناحيه الارتكاز وخط الوسط. طيب لو هنتكلم عن اصابات النادي الاهلي، الملف ده ملف كبير جدا، والاصابات دي بيعاني منها النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا، يمكن كانت سبب اساسي ورئيسي في خساره النادي الاهلي للالقاب اللي عدت، سواء دوري ابطال افريقيا ولا البطوله العربيه، حتى الاخفاقات اللي كانت موجوده في الدوري المصري الممتاز. شايف ايه الاسباب الحقيقيه وراء الاصابات المتكرره لعيبه النادي الاهلي، حتى لعيبه النادي الاهلي اللي لسه جداد اللي لسه منتقلين حديثا للنادي الاهلي؟ شفنا محمد محمود للاسف بيصاب بقطع في الرباط الصليبي يمكن بعد وقت قليل جدا من مشاركته في اول لقاء لي مع النادي الاهلي، شايف ده ازاي؟ بصي، لازم نحط في الاعتبار ان الاصابه في اصابات بتبقى اصابات قدريه، يعني اللي هو التحام عنيف في مباراه لا ليها علاقه باجهاد بدني او بسوء اعداد او ارضيه ملعب. اصابه الرباط الصليبي دي بتحصل لاكبر لعيبه في العالم. واعتقد ان الطب والتاهيل البدني تطور كثيرا، ان اللعيب يقدر ان شاء الله يتعافى ويرجع بفتره سريعه، مثلا خلال اقل من 6 شهور. نتكلم عن باقي اصابات اللعيبه، يعني احنا مثلا قرينا من خلال ساعات قليله بالنسبه للكابتن احمد فتحي ان للاسف ان عنده الاصابه بتاعته اكبر من اللي كانت متوقعه، وان هو عنده
يعني التمزق في العضلة الأمامية كبير، وإن هو بعد ما كان الإصابة بتاعته متوقع إن هو خلال 5 أسابيع، لا في مدة 15 يوم زيادة، لأن في مية في العضلة الأمامية، وده هيأجل ويأخر العلاج بتاعه. صحيح. عندنا في حسام عاشور، عندنا هشام. حسام عاشور يمكن اتعالج من اصابه في الكاحل، نزل تمرين اشتبك مع شريف اكرامي، جاله مشكله في ركبته، كدمه في ركبته، ده حاجات مش مفهومه. حاجات مش مفهومه، وده خلى الجمهور ملهاش علاقه ببعض كمان. ملهاش علاقه ببعض بقى، وده خلى الجمهور في ترند كده طلع، اللي هو قال لك بقى العفاريت والجدل والسحر والشعوذه والكلام دوت. لكن هي في الاخر هو النادي الاهلي في كذا كذا سبب من الاسباب اللي بتؤدي لاصابه اللعيبه بتاعته. طبعا اجهاد المباريات صحيح، وده كان بيعاني منه اكيد لعيبه النادي الاهلي، خصوصا اكيد حسام عاشور واحد من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي، اكيد كان بيعاني من الاجهاد في الفتره اللي فاتت، وتتوالي طبعا المباريات والبطولات على النادي احنا عندنا الاهلي، فكان ده شيء طبيعي. عندنا في مصر ما فيش حاجه اسمها، يعني احنا بنشوف في العالم كله ان اللعيب بعد ما بياخد نهايه الموسم، بعد ما ياخد بطل يعني بعد نهايه بطوله الدوري من نهايه الموسم، بيسافر لمده شهر شهرين، بيسافر. الكلام ده ما حصلش مع النادي الاهلي للاسف، ولا 3-4 ايام، ما عندهمش يعني حتى فتره يعملوا فتره اعداد، يعني اللي هو الفتره اللي هي ما قبل الموسم، اللي هم يلعبوا فيها ماتشات وديه ويسافروا بره لمده اسبوعين. احنا الاول من 4 سنين 5 سنين كنا بنشوف النادي الاهلي بيسافر مثلا يعمل معسكر في النمسا، معسكر في المانيا، في برشلونه ونلعب ماتشات وديه. دلوقتي احنا خلصنا الدوري، يلا نستعد عشان عندنا ماتش البطوله العربيه، ماتشين في افريقيا، بعد كده نلعب في ماتش في دوره عربيه، بعد كده يلا الجوله الاولى من الدوري. فكل ده مع ماتشات منتخبات طبعا. صحيح. النادي الاهلي من لعيبته اساسيه في المنتخبات، فكل ده اجهاد بدني، اجهاد كبير جدا، اجهاد بدني وذهني. واحنا عندنا اللعيب المصري من صغره مش متحمل، يعني مش لم يتم تاسيسه على هذا الكم الكبير من المباريات، فطبيعي الاصابات بتحصل في النادي الاهلي. فانت بترجع الاصابات دي المشكله الاساسيه هي الاجهاد وتوالي المباريات على اللعيبه، ومفيش اجازات ومفيش وقت كبير للاستشفاء او للاعداد الصحيح. طبعا وطبعا، بس لازم برضو يعني لازم برضو نتكلم ان في يعني في كلام بيتقال ان النادي الاهلي محتاج في التدريب ومع الجهاز الطبي في اللي هي الاجهزه اللي هي بتساعد على الاستشفاء بشكل اسرع، في اللي هي اللي بتقيس نبضات القلب، حاله الجسم، حاله الحاله العضليه. وانا اعتقد ان النادي الاهلي لازم يبقى في ابديت اكثر من الناحيه ديت، علشان يبقى في تجنب لإصابات ممكن نتفاداها. طيب مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، اللعيبة دي مصابة كلها، هل النادي الأهلي محتاج دلوقتي مهاجم صريح؟ في الفترة الحالية احنا لو اتكلمنا احنا هنلاقي ان المهاجم الأساسي بتاع منتخب مصر هو مروان محسن. صحيح. فانت مفروض ان انت عندك احسن مهاجم راس حربة صريح في الكرة محلي. المصرية، واشاد بيه كوبر واشاد بيه اجيري، فأعتقد أنه هو مهاجم لا خلاف عليه. لكن هل إحنا محتاجين ندعم النادي الأهلي بصفقة هجومية تانية؟ أعتقد أن الوقت قليل ومش هنلحق نتعاقد فيه مع لعيب أجنبي مهاجم. لسه قبل ما هنشوفه ونعمل عليه اختبار، فأعتقد أن الوقت هيبقى قليل. احنا عندنا مثلا عمرو جمال ممكن نستفيد بيه، نسجله في القائمه عمرو جمال المحليه، نسجله في القائمه المحليه وندخله في القائمه الافريقيه لو احنا عايزين نشركه في يعني القائمه الافريقيه. احنا شايفين دلوقتي ان الريسيرش ابتدى ان هو يدفع بصالح جمعه وعمرو جمال مع فرق الشباب عشان يمكن ياخدوا فتره زي فتره اعداد، لان مفيش وقت دلوقتي يتعمل لهم فتره اعداد ويقدروا ان هم يكونوا جاهزين للمباريات القادمه في حاله ان هو تم تسجيلهم ان شاء الله في القائمتين المحليه او الافريقيه. بالظبط. وعمرو جمال او صالح جمعه الاثنين من ابناء من الاثنين لعبوا كتير في النادي الاهلي وعندهم خبرات افريقيه يقدروا يشتركوا فيها بسرعه، يعني يندمجوا مع الاجواء بدون ان احنا بقى نخش في حسابات ان اللعيب يقدر يتاقلم ولا ما يتاقلمش. طيب معانا دلوقتي استاذ سمير بشير الصحفي الجزائري، مساء الخير على حضرتك. مساء النور اختي الكريمه، تحيه اليك الى ضيفك الكريمه والى كل مشاهدي قناه الاهلي ومتابعيها وانصار النادي الاهلي. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي، وكنت عايزه اعرف من حضرتك ازاي تناولت النهارده الصحافه الجزائريه لقاء بعد بكره ان شاء الله النادي الاهلي مع شقيقه الثوره الجزائري. لم استمع الى السؤال جيدا.
ولكن بخصوص مباراه شبيبه الثوره مع فريق النادي الاهلي، هي يعني مباراه ينتظرها الجنوب الجزائري الكبير باعتبار ان فريق شبيبه الثوره يمثل منطقه من الجنوب الجزائري هناك. فريق شبيبه الثوره هو فريق جزائري حديث اسس سنه 2008 فقط عن طريق رئيسه محمد الزرواطي، تسلق يعني امام درجات الجزائر يعني مباشره يعني في اربع سنوات الاولى وصل بتاسيسه وصل الى المحترف الاول. كان رئيسه محمد الزرواطي يقول انه سياتي بالنادي الاهلي يوما الى مدينه بشار للعب امام شبيبه الثوره، يومها عندما كان في الاقسام السفلى كانوا يضحكون عليه يعني من هذا التصريح، لانه لما تكون في درجه رابعه وخمسه ونتكلم عن عملاق افريقيا انه سياتي يوم الى مدينه بشار، كان هذا بمثابه يعني تصريح غير العاقل. ولكنه اليوم يعني في الجوله الثانيه من دوري المجموعات الافريقيه يعني سنه 2019 فريق الرئيس النادي يعني حقق ما وعد به عند تاسيس هذا الفريق، فريق النادي الاهلي سيكون ضيفا عزيزا على مدينه بشار كما كان ضيفا عزيزا من قبل على مدينه الصيف وعلى غيرها من المدن الجزائريه. بالتاكيد هي مقابله بين فريقين، مقابله بين فريق خبير جدا بالمنافسه الافريقيه هو نادي القرن في افريقيا، والفريق الذي في اسوء يعني في اسوء ظروفه يصل الى مباريات النهائيه، يعني الفريق يعني وصل الى من النهائي مرتين متتاليتين، امام فريق تنقصه الخبره في هذه المنافسات، هو يلعب المنافسه الافريقيه لثاني مره بعد تجربه اقتصرت على مباراه واحده في سنه 2017، ولكن هذا الفريق يعني رغم انه حديث العهد بالمنافسه الافريقيه الا انه يضم مجموعه من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في المنافسه الافريقيه مع فرق اخرى، يعني فريق بدون خبره افريقيه ولكن يمتلك مجموعه مميزه من اللاعبين الذين لهم هذه الخبره الافريقيه مع فرق اخرى، كما انه فريق صعب المرات في ميدانه يعني في ملعب 20 اوت في مدينه بشار، هو فريق يعني تقريبا خسر هذا الموسم لاول مره منذ ثلاث سنوات تقريبا في ملعبه في الدوري الجزائري من شهر واحد 2015 لم يخسر اي مباراه في ارض ميدانه حتى شهر 10 من سنه 2018، يعني هي مده كثيره جدا. بالتاكيد يعني هي مباراه يعود من خلالها فريق شبيبه الثوره على نحو نفس المقابله الاولى التي كان قد خسرها يعني في تنزانيا في ثلاثيه كامله، يعول عليها مدربه السيد نبيل مكين، والذي كان مدربا مساعدا للمنتخب للمدرب المنتخب الجزائري بوركي في كاس امم افريقيا 2015. استاذ سمير، انا كنت عايز اسال حضرتك عن التشكيل المتوقع او التغييرات المتوقعه على التشكيل الخاص بفريق شبيبه الثوره الجزائري، مع طبعا عوده اللعيبه اللي كانت مستبعده او مصابه في الفتره اللي فاتت وبالخاصه قصاد فريق سامبا التنزاني. عن توقعات ان كان يعني عن توقعات، هي بالتاكيد انه فريق شبيبه الثوره يريد من هذه المباراه يعني ان تكون لرد العمليه الان تكون في نقاط يريد ان تكون هذه المباراه هذه الخسارة. الفريق يعني استرجع جيدا يعني لانه لعب يوم السبت في تنزانيا وعاد في طائرة خاصة مباشرة الى مدينة بشار، لم يلعب اي مباراة في الدوري الجزائري، يعني سيكون في ظروف جيدة من ناحية الاسترجاع والابتعاد عن الالعاب. أرضية الميدان هي يعني أرضية اصطناعية من النادي الاصطناعي، بالتأكيد هي ليست جديدة على النادي الأهلي أن يلعب في مثل هذه الملاعب، ولكن فريق شبيبة الثورة له طموح كبير، بالتأكيد هي مباراة بين طموح كبير لشبيبة الثورة وبين خبرة إفريقية يمتلكها النادي الأهلي، صعب التكهن بهذه من المباريات، لو أنه يعني مثل هذه المباراه يلعب على نتيجه الشوط الاول، يعني نجح فريق الاهلي في تسجيل اولا بالتاكيد انه سيفقد معنويات فريق الثوره، ولكن ان نجح شبيبه الثوره في التسجيل الاول فسيزيد هذا من العزيمه خاصه في الحماس اكثر، وبالتاكيد انه سيكون لانه فريق الثوره اذا سجل في ميدانه لكن من الصعب على اي فريق اخر ان يعود في النتيجه امامه. استاذ سمير، كنت عايزه برضو اعرف من حضرتك ساعه استاد 20 اغسطس اللي هو هتقام ان شاء الله عليه اللقاء او المباراه يوم الجمعه اللي جايه، وبرضو عايز اسالك عن الحضور الجماهيري. لم اتبع السؤال جيدا. استاذ سمير، عايزين نعرف من حضرتك ساعه استاد 20 اغسطس بساعه لكام مشاهد او لكام ساعه الميدان، هو فريق ملعب 20 اغسطس تقريبا ساعه 12000 متفرج، هي
هذه المدينه يعني تقع في اقصى الجنوب الغرب الجزائري تقريبا تبعد عن العاصمه بحوالي 1500 كيلومتر، هي مسافه ساعه و45 دقيقه بالطيران الطائره. منعت قلنا من النشيد الاجتماعي الساعه 12 امس، ممكن للاسف عكس المرات الماضيه للنادي الاهلي لم تكن له، لان اغلب الجاليه المصريه او عمال الشركات المصريه يتواجدون في شمال الجزائري عكس الجنوب، يعني الاهلي لم يكن مستفيدا من العثرات من انصاره عكس تجاربه السابقه في الجزائر، ولكن في نفس الوقت سيلقى الكثير من الصيحات، يعني هذه المنطقه منطقه الجنوب الجزائري هي من المناطق يعني الاكثر كرما في الجزائر، وستكون يعني فخوره خاصه كما قلت لك انه هذا حلم نادي، يعني لما اسس النادي في سنه 2008 كان طموحه انه يكون، لماذا الاهلي؟ لانه سنه 2008 الاهلي كان بطل للقاره، يعني لما قرر النادي انه يريد الاهلي، يعني اليوم حقق الهدف بعد 11 سنه، بالتاكيد سيكون الاهلي ضيفا عزيزا لانه تواجده في بشار في حد ذاته هو في مسافه تحقيق لمشروع نادي. شكرا لك استاذ سمير بشير الصحفي الجزائري، نورتنا اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. نرجع تاني ونتكلم عن اللقاء الهام بعد بكره ان شاء الله للنادي الاهلي في تاني مبارياته في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، تتوقع حظوظ مين اللي هيكون اكبر؟ اتوقع ان شاء الله يكون في نسبه كبيره ان النادي الاهلي باذن الله يرجع بنتيجه ايجابيه، على الاقل نتيجه التعادل. الاهلي اكثر خبره، أكثر قوة، أكثر شعبية، أكثر رغبة أن هو يعود بثلاث نقط أو من الجزائر عشان يكون مستريح في الجولات اللي جاية. الفريق الجزائري شبيبة الثورة فريق زي ما قال زميلنا الصحفي الجزائري أنه فريق حديث، لكن هو برضو يضم خبرات لعيبة لعبت في أندية أكبر، مركز متقدم في الدوري الجزائري، هو دلوقتي المركز الخامس لكن ليه مباراة مؤجلة، لو كان كسبها ولعبها فهو كان مركزه يطلع للمركز الثالث. بالنظر لنتائج فريق شبيبة الثورة على ملعبه في الفترة الأخيرة، الفريق نجح ان هو يحافظ على نظافة شباكه، يعني صعب ان هو يستقبل اهداف على ارضه. اعتقد ان النادي الاهلي في المباراة زي ديت محتاج يتجنب عيوب المباريات اللي فاتت، زي اخرها مباراه الترجي اللي لعبها مثلا في اجواء مماثله في اجواء شمال افريقيا وجمهور عصبي ومتحمس. اعتقد ان الاهلي محتاج يبقى تركيزه في الدفاع اقوى، يتجنب الاخطاء البسيطه اللي بتؤدي دخول اهداف في اوقات مؤثره بتربك حسابات الفريق مع في النهايه يعني. طيب خلينا نروح لحسين الشحات، اللاعب اللي ظهر لاول مره في المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي، شفت ازاي حسين الشحات سجل اول ظهور ليه مع الاهلي؟ حسين الشحات يعتبر هو الجوكر الجديد والنجم الاول المحبوب في قلوب جمهور النادي الاهلي، بسبب طبعا الاجواء اللي صاحبت انضمامه من نادي العين للنادي الاهلي، سواء ان هو تنازل عن ملايين معينه او مستحقات ماليه ليه من عند نادي العين علشان ينضم للنادي الاهلي، وان هو كان حلمه من زمان ينضم للنادي الاهلي منذ ان كان لعيب في مصر المقصه، لكن الصفقه اتاخرت لاسباب ماليه، لكن انضم في النهايه وارتدى شعار النادي الاهلي. ظهوره الاول كان ظهور جيد، لكن برضو لازم نحط في الاعتبار ان محتاج برضو يتاقلم. هو منضم مع الفرقه في وقت صعب، منضم للنادي الاهلي ولعب اول مباراه في ظروف ان الفرقه فيها بتمر بتغيير في كتير في عناصرها الاساسيه في جميع الخطوط، مدير فني جديد، ضغوط كبيره على اللعيبه وعلى الفرقه، الاهلي مطلوب منه الفوز والاداء الجيد، كل ده خلت حسين الشحات طبعا محطوط تحت ضغط. اعتقد ان هو مع الوقت انه هيحس براحه ويلعب بشخصيته اللي احنا شفناه تألق بها في كاس العالم للانديه مع نادي العين، وقدم اداء رائع قدام ماتش ريال مدريد وقبليه كان ماتش ريفر بليت الارجنتيني. اعتقد ان حسين الشحات لازم مع الوقت يتاقلم وياكد ان هو يستحق المبلغ الكبير اللي اتدفع فيه. طيب خلينا نروح لملف اخر، هو ملف كاس الامم الافريقيه، ومصر طبعا هي اللي فازت بشرف تنظيم هذه النسخه كاف 2000 او كان 2019. شايف ازاي اهميه ان مصر هي اللي تكون منظمه للبطوله دي او للنسخه دي من كان 2019، بعد طبعا ما تم سحبها من الكاميرون وبعد كده اعتذرت عنها المغرب؟ أنا شايف إن تنظيم بطولة أفريقيا 2019 وعلى حساب منافسة مع قدام جنوب أفريقيا والفوز ب 16 صوت مقابل صوت واحد تعتبر يعني رد اعتبار بسيط
من للكرة المصرية وإمكانيات مصر على مستوى الملاعب أكيد. والفنادق في تنظيم بطولة كبيرة خصوصا أن جنوب أفريقيا هي اللي فازت بتنظيم كأس العالم 2010 وقت الصفر الشهير اللي احنا مش عايزين يعني نفتكره كتير. تنظيم بطولة أفريقيا في 2019 على أرض مصر دفعة قوية أن احنا نستعيد الجمهور، دفعة قوية أن احنا نكسر غياب طويل عن الفوز بلقب بطولة أفريقيا منذ التتويج الأخير سنة 2010. مصر من 2010 لحد 2017 لم تفوز بطولة أفريقيا، احنا وصلنا للنهائي في 2017. الفرصة قدامنا من جديد علشان في 2019 نفوز بالبطولة الأفريقية في جيل يقوده النجم المصري محمد صلاح. طيب لو اتكلمنا عن المدة القليلة جدا ما بين فوز مصر بتنظيم كاس الأمم الأفريقية 2019 وبين الوقت اللي هتقام فيه البطولة، يمكن شهور قليلة جدا، هل شايف ان الشهور دي كافية ان مصر تنظمها بالطريقة اللي تشرف بها البلد؟ بطولة أفريقيا ليست من البطولات اللي هي متطلبة شروط كتير أو أشكال صعبة في التنظيم. أعتقد مصر في الفترة الحالية ممكن تنظم بطولة أفريقيا من الشهر الجاي لأن الملاعب موجودة، يعني إحنا ما عندناش ملاعب مثلا لسه بتتبني أو بنجهزها على مستوى المدرجات. لكن كل اللي إحنا محتاجينه بس مجرد صيانة الأرضيات، أرضية الملعب اللي هي إحنا أصلا كده كده هنوقف بطولة الدوري قبلها مثلا بأسبوعين. ده غير كمان إن الاتحاد المصري لكرة القدم يعني طلع قرار ان المباريات اللي هتقام في الدوري المصري الممتاز هتقام على 6 مباريات وهيتم استبعاد الملاعب اللي هتقام عليها او تم الاستقرار انها تقام عليها مباريات كاس الامم الافريقيه، وده طبعا هيدي فرصه من فتره اطول ان احنا نعمل صيانه سريعه للملاعب. عندنا الفنادق، عندنا شبكه المواصلات. شايف ليه عندي مشكله مع الصيانه السريعه؟ احنا بقالنا كتير قوي مسمعين ان استاد القاهره رجع وهنلعب عليه ماتشات بقاله كتير قوي قوي، يمكن شهور او داخلين في اكتر من سنه، وكل شويه بيحصل صيانه لسه استاد القاهره مرت عليه سنين طويله ما تجددش. يعني هو الصيانه مش صيانه استاد القاهره مش مجرد ان احنا هنغير الاشكال الوان الكراسي في المدرجات والتراك والملعب، لا هو محتاج طبعا شبكه صرف علشان الامطار، محتاج الاستاد. لاحظي ان الاستاد لم يستخدم بقاله فتره طويله، وقله الاستخدام بتؤدي ان الملعب نفسه بيبوظ ما يكونش على حالته الطبيعيه. أتمنى أنه يكون جاهز طبعا قبل البطولة وإن شاء الله هيكون جاهز. طيب خليني بقى نروح للمنتخب الوطني الأول اللي أكيد هيشارك في كان 2019 واللي عنده طبعا كل الرغبة أنه هو يفوز باللقب ده، خصوصا إحنا خسرنا اللقب في المباراة النهائية في النسخة اللي فاتت. أكيد عامل الأرض والجمهور هيكونوا في صالح منتخبنا الوطني الأول. هكتور الفرق بين هكتور كوفر وأجيري شايفه عامل إزاي؟ فرق دفاع وهجوم. حتى لو كان كوبر مش شايف كانش شايف نفسه ان هو بيلعب بالطريقه الدفاعيه المملة، لكن احنا دلوقتي الجمهور كان شايفه كده. احنا اجيري بيلعب كره مفتوحه، اللعب ممتع زي ما شفنا في ماتش مباراه تونس بعد ما الاداء تحسن في تقريبا في الشوط الثاني. اعتقد ان فرصه اللعب ان اجيري والجيل بتاع محمد صلاح ورمضان صبحي وباقي لعيبه المنتخب هيكونوا محظوظين ان هم يلعبوا بطوله 2019 على ارضهم. فرصه ان محمد صلاح برده بالتحديد ان محمد صلاح بعد ما كسب جائزتين احسن لعيب افريقي ان هو يتوج مسيرته ان شاء الله ان هو ياخد لقب الدوري الانجليزي مع ليفربول السنه دي ويبقى يختم السنه دي 2019 بلقب بطوله افريقيا مع منتخب مصر. الدعم الجمهور هيكون مهم جدا للمنتخب. اعتقد ان احنا ما عندناش مشكله في حضور الجمهور لمباريات المنتخب، احنا الفترات اللي فاتت شفنا جمهور، واعتقد ان الجمهور هيكون حضوره اكبر في بطوله افريقيا علشان احنا عايزين ان شاء الله يبقى فيه تتويج زي ما قلنا ان احنا ما شفناهوش من 2010. وعايزين نفتكر اجواء 2006 وشفنا قد ايه الجمهور كله اهلي زمالك اسماعيلي كل الانتماءات اندمجت تحت علم مصر. ان شاء الله نشوف الاجواء دي في 2019. اكيد. طيب لو اتكلمنا سريعا عن الدوري المصري الممتاز وسالتك عن الظواهر المختلفه اللي شفتها في الموسم الحالي او في النسخه الحاليه من الدوري المصري الممتاز تقول لي ايه؟ نقدر نقول كسره المؤجل
المؤجلات طبعا. لو هنشوف مثلا غياب النادي الاهلي لفتره طويله عن المنافسات بسبب مشاركته في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه بتفقد طبعا للبطوله الدوري الممتاز قوتها، لان لما وجود الاهلي في كل جوله من الجولات بيدي نكهه حلوه، يعني جمهور الاهلي مستني الزمالك يلعب علشان يشوف الاهلي هيعمل ايه. صحيح. احنا افتقدنا الحكايه دي فتره طويله وما زلنا نفتقدها طبعا بسبب ضغط الماتشات والنظام الجديد للبطولات الافريقيه اللي هو الموسم، عايزين يغيروا تواريخ الموسم. طبعا نادي بيراميدز يعتبر ظاهره جديده السنه دي، وجوده في المركز الثاني لحد دلوقتي والصفقات القويه واللي هو مدعم بيها صفوفه، اعتقد ان هو في اول موسم ليه اعتقد ان هو قدم شكل جيد يستحق التجربة، تستحق التحية والاحترام طبعا. أعتقد برضو حضور الجمهور، إحنا قلنا إن الجمهور هيحضر لكن لسه برضو الأعداد ما بتزيدش بتقل وبنلاقي في ماتشات مهمة تبقى حلوة لو حضر فيها جمهور زي ماتش الأهلي وبيراميدز مثلا، لقينا إن هو بدون جمهور، مع إن لو كان فيها جمهور كان الماتش هيختلف تماما، كانت نتيجته كانت تتغير بنسبة كبيرة. طبعا مظهر من المظاهر الأساسية طبعا الموسم السنة دي ارتفاع كبير في أسعار اللعيبة، يعني الميركاتو الشتوي يعني بقينا بنشوف أسعار انا مش عارف هنوصل لحد كام يعني. بس هل من وجهه نظرك اصلا الدوري المصري بيسوى الارقام دي؟ لا يسوى طبعا. قيمه الصفقات اللي بتدفع، يعني احنا لو قلنا مثلا اي نادي في مصر بيشارك في، لو حصل بطوله الدوري ومع بطوله الكاس مع بطوله افريقيا، مش هيحقق قيمه الصفقات اللي هو حقيقي. يعني في اوروبا هم عاملين قانون المال النظيف اللي هو انت لازم ما تجيبش يعني تجيب صفقات لا تزيد عن قيمه الارباح اللي انت بتحققها بشكل سنوي، لانهم لاحظوا في السنين اللي فاتت ان لقوا انديه كبيره بتتعرض للافلاس، يعني نادي بارما في ايطاليا فلس مثلا، كان من 3 سنين في يلعب في الدرجه الثالثه قبل ما يعود السنه دي للدوري الممتاز، فهم عملوا ضوابط اسمها ضوابط اللعب المالي النظيف علشان الحكايه ديت. انا اعتقد ان احنا لو طبقنا الحكايه ديت في مصر اعتقد الانديه كلها هتلاقيها مخالفه النظام دوت، لانها لا تحقق الموارد والارباح اللي هي مقابل الانفاقات اللي بتصرفها في الصفقات. اكيد. استاذ عمرو محي ناقد رياضي في اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا، منورك. شكرا ليك. شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان، بشكركم طبعا على حسن المتابعه. اشوفكم باذن الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا، ويوم سعيد واجازه سعيده لحضراتكم.